implementation, so we have to move fast. التنفيذ لابد أن نتحرك سريعا. أصحاب السعادة، السيدات والسادات، مرحبا بكم إلى هذه الجلسة الهامة التي تعبر عن مستقبل الطاقة. شكرا جزيلا لحضوركم سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسادة القادة، وشكرا لكم لجلبنا معا اليوم. لابد أن نتناول بعض الإجراءات العملية. نحن نتحدث عن الآن ويأتي لا نتحدث لماذا، ولكن كيفية تنفيذ الإجراءات العاجلة تجاه مواجهة التغيرات المناخية. كل الشكر لسعادة الوزير الخارجية سامح شكري. اليوم نحن نتحدث عن من هم الأطراف الهامة في موضوع التحول في الطاقة. لابد أن نجمع كافة الأفكار بشأن التكلفة وكذلك بشأن الهيدروجين الأخضر. هذا ما نتحدث عنه في هذه الجلسة. لا شك أن كل شخص هنا مهتم بهذه الموضوعات، ولابد من وضع خطة عملية للحد من التكلفة. نبدأ الآن بسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بداية شكرا جزيلا لقيادتك على المستوى الشخصي لهذا المؤتمر، وشكرا للدولة المصرية بقبول موضوع التحول في الطاقة، وكذلك شكرا لكونكم محورا إقليميا للطاقة. سعادة الرئيس شكرا لكم، ومعكم الحديث الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة المستشار أولاف شولتز، المستشار الاتحادي لألمانيا الاتحادية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، أود في البداية أن أشكركم على تواجدكم هنا اليوم في هذا الاجتماع المهم، وأود أيضا أن أخص بالشكر فخامة المستشار أولاف شولتز، المستشار الاتحادي لألمانيا، على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة والتي تتناول أحد أهم القضايا في إطار مواجهة تغير المناخ، بل ربما أهمها على الإطلاق، وهي الاستثمار في مستقبل الطاقة وبالتحديد في الهيدروجين الأخضر. ولعلكم تتفقون معي أن مصطلح الهيدروجين الأخضر ربما بات الأكثر شيوعا واستخداما خلال السنوات القليلة الماضية. في سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لا سيما وأن أزمة الطاقة التي يمر بها العالم في الوقت الراهن قد فرضت علينا جميعا تحديا حقيقيا في تأمين إمدادات الطاقة التي تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التي توافقنا عليها والسياسات الوطنية التي نساهم من خلالها في هذا الجهد. وهنا يأتي الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس. والحقيقة أن الكثير من الدول قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، سواء من خلال صياغة سياسات وطنية للهيدروجين أو من خلال وضع أهداف زمنية طموحة للانتقال التدريجي للهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة، إما من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو كليهما. ولقد كانت مصر من أولى هذه الدول التي أدركت مبكرا الفرص المتاحة في هذا المجال، استنادا إلى إمكانيتها الهائلة في إنتاج الطاقة النظيفة، والتي ستمكنها من التحول إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدارين المتوسط والبعيد. وفي إطار الترجمة العملية لذلك، وكمثال حي على مبدأ التنفيذ الذي نجتمع اليوم تحت مظلته، أقوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولى لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في العين السخنة، والذي يعد نموذجا عمليا للشراكة الاستثمارية المحفزة
للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتي ترتكز إلى جانب دور الحكومات على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدا بيد في هذا القطاع المثمر. وستتاح لنا الفرصة اليوم للتعرف على كافة جوانب هذا المشروع من الشركات المنفذة له والتي تشارك معنا في هذا الحوار. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، أنا وأنا قد اتفقنا على أن الصراحة والمكاشفة هما السبيلان الوحيدان نحو المضي قدما بشكل متسق نحو أهدافنا المشتركة. فاسمحوا لي أن أنقل لكم بعض ما يثير قلقنا هنا في مصر وفي غيرها من الدول النامية الصديقة. أولا، على الرغم من الفرص التي يتيحها قطاع الهيدروجين والجالي ترجمتها بالفعل إلى مشروعات في الكثير من الدول، ووفقا للوكالة الدولية للطاقة فإن نصيب الدول النامية من هذه المشروعات المقترحة لم يتجاوز سوى مشروعين من ضمن نحو 680 مشروعا مقترحا في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. ومن ثم يظهر جليا أن الدول النامية تظل أقل قدرة على الاستفادة من الفرص التي يمثلها التحول نحو الهيدروجين الأخضر بخطى متسارعة، وذلك لضعف قدراتها التكنولوجية في هذا المجال الجديد وغياب البنية التحتية اللازمة لنقل وتخزين وخلق سلاسل الإمداد اللازمة للتجارة الآمنة، وكذلك لضعف تدفقات التمويل والاستثمارات الموجهة إليها على نحو مستدام. ثانيا، أنه وحتى في الحالات القليلة التي تستطيع فيها الدول النامية أن تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال كمصر على سبيل المثال، يظل عليها مواجهة التحدي الناجم عن توجه بعض الدول لدعم منتجي الهيدروجين الأخضر المحليين على نحو يخفض من تكلفة إنتاجهم، وهو الأمر الذي يتسبب في إحداث الخلل بالسوق العالمي للهيدروجين ويساهم في إضعاف تنافسية الهيدروجين الأخضر المنتج بالدول النامية مقارنة بنظيره من الدول المتقدمة. وهما يضاف إلى التحديات الفنية المرتبطة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بتجارة الهيدروجين وتحديد مصادره، والتي يتعين أن تتسم بالمرونة مع الحفاظ على مبادئ الشفافية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، السيدات والسادة، إنما يدعوني إلى طرح هذه الشواغل عليكم هو ثقتي فأن حوارنا اليوم لابد أن يخرج بخطوات تنفيذية واضحة نتوافق عليها جميعا تصل بنا إلى آليات وحلول ناجعة تدفعنا نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في تحول الطاقة. من هذا المنطلق واتساقا مع مبدأ التنفيذ الذي نركز عليه في هذه القمة، اسمحوا لي أن أعلن من هنا عن مبادرة جديدة عملت عليها مصر وبلجيكا خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع عدد من الشركاء، حيث يسعدني اليوم وبالشراكة مع فخامة السيد ألكسندر ديكرور رئيس وزراء بلجيكا أن نعلن عن إطلاق مبادرة المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد، والتي تهدف إلى إنشاء منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ومع القطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل العاملة في هذا المجال، بغرض تنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم في الإسراع من وتيرة الانتقال العادل الذي نصب إليه جميعا. ختاما، وفي ضوء هذه المائدة، أن هذه المائدة تجمع بعض كبريات الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين ورؤساء المنظمات والشركات العاملة في هذا القطاع، فأنني أتطلع إلى نقاش هادف ومثمر وبناء نستمع فيه إلى التوجهات والأراء المختلفة وتتعرف من خلاله على أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة. وأنني لعلى ثقة أننا سنخرج اليوم أكثر فهما لطبيعة المسألة وأكثر وعيا بحجم العمل الذي يتعين علينا القيام به في هذا الإطار لتحقيق ما نطمح إليه. أشكركم وأتطلع إلى حديثنا الممتد. شكرا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الآن ننتقل إلى المستشار شولتز بناء على قيادة وريادة ألمانيا في وضع الحلول بشأن استخدام الهيدروجين الأخضر كأحد المكونات الأساسية في صورة العام من خلال مجموعة دول الجي 7. سيد شولتز تفضل من فضلك. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السادة والسيدات والحضور الكريم، أتوجه بالشكر لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستضافة هذا المؤتمر الهام. نحن هنا اليوم لنتحدث عن أحد أهم التكنولوجيا الحديثة التي تتصل اتصالا مباشرا بالتغير المناخي، وهو الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر هو أحد العوامل الأساسية لدعم الاقتصاد في مجال الطاقة والعديد من القطاعات الأخرى التي لها متغيرات عديدة، كما يعمل كدافع أساسي لإيجاد مزيدا من الفرص العمل ولتحقيق مزيدا من الرفاهية. في بداية، الهيدروجين الأخضر هو أحد العوامل الأساسية في كبرى الدول الصناعية، وسوف نرى هذا الهدف يتحقق بحلول عام 2050 استخداما كبيرا وشاملا للهيدروجين الأخضر كتحول في الطاقة. وبناء على هذه الحزمة الجديدة وصولا إلى عام 2030 نطمح إلى إنتاج 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر. وبالتالي أول رسالة مني إليكم أن الهيدروجين الأخضر ليس أحد التكنولوجيا الخيالية للمستقبل، لكنه أحد التكنولوجيات الأساسية في مجال تحول الطاقة، ونحن نعمل معا من خلال بناء الشراكات لتحقيق هذا الهدف. الهدف الأساسي هو بناء نظام لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيعه وتعميمه حول أنحاء العالم لإيجاد حلول مستدامة في تحول الطاقة. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها قدرات كبيرة في ليكونوا كبرى موردي الهيدروجين الأخضر في العالم وأكبر المساهمين من خلال التقارب للأسواق العالمية. الرسالة الثانية من جانبي هو أضمن لكم أن ثورة الهيدروجين الأخضر سوف تنجح في السوق العالمي، ونحن نعزز كافة الأعمال البحثية والعلمية في الهيدروجين الأخضر. وبالطبع الهيدروجين الأخضر يحصل الآن على قطاعا كبيرا من الصناعة ويتميز بانخفاض تكلفته، وكذلك هناك إنجازات حققت في مجال الطاقة والأسواق الطاقة الأخرى. الهيدروجين الأخضر ينتج لاستثماره بشكل كبير من خلال وضع الشركات والاتفاقيات، وهناك خطط عمل لاستهلاك الهيدروجين الأخضر بشكل كافي وتوفير كميات تنافسية لضمان أفضل استثمار لهذه التكنولوجيا من خلال عمليات الإنتاجية المستقبل. هذا يضع أساسا كبيرا للاستثمار في الدول. سعادة الرئيس، نحن نتفق أن الهيدروجين الأخضر أحد العوامل تعزيز الاقتصاد وكافة اقتصادات الدول. هذا بالطبع ما نطمح إليه في ألمانيا حاليا. نحن نتبنى خطة للإنتاج المحلي للهيدروجين الأخضر من 5 جيجا وات إلى مزيدا من أحجام الطاقة وسعات الطاقة لتوليد الكهرباء. الغالبية من الهيدروجين الأخضر يأتي من الخارج. نحن نطمح إلى الإنتاج المحلي. الحكومة تفتح المزادات أمام توريد الهيدروجين الأخضر من الدول المحيطة وحول العالم، وسوف يطلق أول مناقصة في القريب العاجل. في الأسبوع الماضي كان هناك حديث
بشأن استخدام الهيدروجين الأخضر مباشرة وبدء مشروعاته مباشرة بعد انتهاء أعمال مؤتمر COP27. وهناك دعم كبير لأسواق الهيدروجين الأخضر حول العالم لما له من آثار إيجابية في تطوير وتعزيز الاقتصاديات وكذلك القطاع الخاص. فيما يتعلق بالتكلفة سوف تكون هناك خطة عمل لتعزيز مشروعات الهيدروجين الأخضر لخفض التكلفة، ونحن مستعدون ونعمل بالفعل مع الدول الشريكة مثل البرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا وتونس لوضع أطر تنظيمية لبناء القدرات بشأن الهيدروجين الأخضر. فبالتالي رسالتي الثالثة هي بشأن الهيدروجين الأخضر، نحن نرغب في التعاون معكم جميعا لتعزيز الشراكات بشأن إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر على المستوى الصناعي. فهذا الهيدروجين الأخضر ليس فقط تعامل ذو أثر ضعيف، ولكنه أمرا أصبح أساسيا وعنصرا أساسيا لإنتاج الطاقة في دولنا جميعا. فالتركيز على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هو أحد أهم دعائم مواجهة تداعيات التغير المناخي. شكرا لكم، وأتطلع لاستمرار النقاش البناء. شكرا جزيلا مستشار تشانسلر المستشار شولتز. وسوف نستمر الحديث بشأن تعزيز الاقتصاديات. نحن نركز على التنوع، ويمكن أن يكون هذا مسارا للمستقبل لمفوض الاتحاد الأوروبي. فالتنوع يعمل على إسراع عملية التحول الطاقة، فهذا من أحد أولويات جدول أعمال المؤتمر وأحد المكونات الأساسية في مجال تحول الطاقة. شكرا جزيلا. في البداية أتوجه بالشكر لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار شولتز لإتاحة هذه الفرصة للتحدث عن هذا الموضوع الهام. أعتقد أن نحن في عام 2022 نشهد تغيرات كبيرة في الأسواق العالمية. هذا يتعلق مباشرة بالطبع بالأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك عددا من الأزمات الأخرى تتعلق باستخدام الوقود الأحفوري. هناك حقيقة أن روسيا قطعت حوالي 80% من خطوط الغاز والإمداد بالغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وقبل ذلك كانت روسيا أحد أكبر موردي الغاز إلى أوروبا، وأصبح الاتحاد الأوروبي أصبح هو المستهلك الأكبر للغاز الروسي. ما فعلناه بشأن تنوع مصادر الطاقة؟ أننا قمنا بتوفير حوالي 50% من استخدام الطاقة، والأهم هو وضع خطط لاستخدام المزيد من الطاقة المتجددة. فبالتالي يضع هذا أهمية كبيرة على موضوع الذي نتناوله اليوم. وبالتالي نحن هنا نركز على العوامل المحلية كما ذكر المستشار شولتز بشأن شرح أهداف المستقبل. لدينا استثمارات كبيرة مخططة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك أود أن أركز على ما بعد ذلك. الطلب من الطاقة معظمه من روسيا تحول الآن، إن كنا ننفذ هذا بالشكل الأمثل، إلى الجنوب، لأن الطلب يتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة فضلا عن الطاقة التي ننتجها. فبالتالي يمكن تحقيق الاستقلال في استخدام الطاقة. فبالتالي هناك لابد من وضع حلول حاسمة لإيجاد موارد وفيرة من هنا ومن هنا، والأمر الأهم هنا الاستثمار في البنية التحتية. هذا هو الموضوع النقاش والذي يتطلب تعاون كافة الأطراف.
لابد أن يكون هناك ميزانية مخصصة للدول الأفريقية تقدر بمئات المليارات. مرة أخرى إن نفذنا هذا بالشكل الأمثل الآن سوف يكون لدينا استثمار كافي في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف. فيمكن هناك بالفعل شراكات مع مصر على سبيل المثال في مجال الهيدروجين الأخضر. ومن المهم هنا أن نذكر أن هناك أموال عامة تستخدم ولكن نتطلب شراكة القطاع الخاص. فالفكرة العامة هنا أن الشراكات الحقيقية يمكن أن تستفيد من التكنولوجيا الحديثة ويمكن أن تزيد من مستوى التعاون والمهارات. نحن نستثمر في البنية التحتية وربط مسارات توريد الغاز، ولكن الأمر الأهم هنا ليس فقط باستخدام طريقة واحدة ولكن يتطلب ذلك عمل مشترك. فشكرا جزيلا لكم وشكرا لهذا النقاش البناء. لابد أن نضع حلول حاسمة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري للتقدم قدما وللسير في اتجاه استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وإيجاد المصادر البديلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم جميعا لوضع التركيز على أحد مصادر الطاقة الجديدة والنظيفة في مجال تحول الطاقة. فمصر كان لها خطوات كبيرة في هذا المجال وأحد المساهمين في هذا القطاع باستخدام مواردها من الطاقة والإنتاج في مجال الطاقة. السيد ألكسندر باكروف من بلجيكا، وبلجيكا في خضم هذه التحديات ولها قدرات اقتصادية كبيرة. فبالتالي معك الحديث. شكرا جزيلا. وفي البداية سعادة الرئيس، شكرا لتنظيم هذا الحدث الهام. نتناول هنا حلولا حاسمة ودقيقة. السؤال الأول، لماذا نضع أهمية كبيرة على الهيدروجين الأخضر؟ لأننا نحن في حاجة لاستمرار الأنشطة الصناعية في أوروبا. فبالتالي كيف يمكن استدامة هذه الأعمال الصناعية ولزيادة الإنتاج الصناعي باستخدام الهيدروجين الأخضر كأحد الدعائم الرئيسية لمجال التحول في الطاقة؟ وكذلك هناك نقاش حول الأمن وأمن الطاقة. فبالطبع هناك حاجة إلى عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وإيجاد مصادر الطاقة البديلة. ينبغي أن يكون هناك اكتفاء من مصادر الطاقة بخلاف الوقود الأحفوري. هذه اللحظة تثبت أننا نحتاج إلى مزيدا من التعاون وبناء الشراكات وبناء العلاقات التجارية، وكذلك التركيز على التنوع في مصادر الطاقة. هذه العوامل الأساسية. نحن نقوم بصنع الشراكات كما ذكرت سعادة الرئيس في مجال كما ذكرت مبادرة منتدى الهيدروجين الأخضر. هذه أحد الخطوات الهامة التي تدعم هذا المسار، وهذا هو السير قدما. وكذلك يمكن تناول المصادر الداعمة لهذا المسار. هناك كثير من الانتقادات هنا وهنا، ولكن نحن لابد أن نركز على تحقيق وإحراز التقدم. وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ يأتي من خلال التعاون المشترك والعمل الجماعي من خلال جلب الأفكار وتوحيد الجهود وتبادل الخبرات، وكذلك إشراك القطاع الخاص والمشاركة في وضع الميزانية وتخصيص التمويل اللازم لهذه المشروعات كإنشاء بعض المواني الهامة الرئيسية كما فعلت ألمانيا وغيرها من الدول. وكذلك هناك طموح كبير لأن يكون هناك محور أساسي لتوريد الطاقة. هناك تطورات كبيرة في هذا المجال،
هناك مستويات متعددة من إنتاج الطاقة، هناك خبراء كثيرين يعملون في هذا المجال من خلال شبكات الطاقة المختلفة، فالأهم هنا التنوع في مصادر الطاقة لتحقيق الاستقرار في مصادر الطاقة، فبالتالي هذا أمر للقارة الأوروبية وكذلك للعالم أجمع، لابد من تكوين الشراكات الجيدة للتعاون. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا وشكرا لطرحك هذا الموضوع. كافة هذه الموضوعات تشكل الأساس لموضوعات النقاش وتعطي بعض اللمحات والأفكار للمتحدثين التاليين ليكون لدينا مزيدا من الأفكار، وكذلك هناك بعض الدعم من المتحدثين الآخرين ومن الأطراف الآخرين. سوف نستمع إلى أحد المتحدثين الآخرين ثم نستمع إلى ما هي القدرات الحقيقية التي يمكن أن نستفيد منها، من ثم نستمع إلى أحد الجهات الصناعية ورواد الأعمال، من ثم نفتح المجال أمام الجميع للحديث. أحدد وقت المشاركة بدقيقتين فقط، أود أن تلتزموا جميعا بالتزام بدقيقتين فقط للتحدث. قبل ذلك نعطي الحديث إلى السيد رئيس الوزراء من دولة كرواتيا من ثم دولة بيرو. شكرا جزيلا سعادة الرئيس وسعادة المستشار شولتز لتحت الفرصة للحديث. أود أن أشرح الإطار العام لسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة سواء داخليا أو خارجيا. هناك بعض النقاط بشأن كرواتيا وكذلك بشأن استراتيجياتنا التي تبنيناها بشأن استخدام الهيدروجين الأخضر. هذه الأحداث الواضحة للتحول تجاه استخدام الهيدروجين الأخضر، فبالتعاون مع أصدقائنا في سلوفينيا وكذلك في إيطاليا بدأنا مشروعات مشتركة يدعى مشروع الهيدروجين في منطقة الأدرياتيك الذي من شأنها أن يساعدنا في تحول الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. هذا الخصوص سوف يكون هذا المشروع محققا لكمية محددة من الإنتاج للهيدروجين الأخضر، وهذا دعما لدولة كرواتيا وأصدقائنا. فعلى سبيل المثال يضع هذا يتطلب ذلك تحول نقل التكنولوجيا، ويمكننا بعد ذلك إلى نقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى دول أخرى في أفريقيا. شكرا جزيلا. الآن أود أن أركز على الإجراءات العملية، عما تشعره بالسيد المدير العام للIEA. هناك الكثير من الأفكار بالطبع. شكرا جزيلا السيد بياندي، سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادة المستشار شولتز، من دواعي شرفي أن أكون معكم اليوم. في البداية أود أن أخبركم عندما ننظر إلى الأرقام حول العالم، هذا عملي اليومي. أؤكد لكم أننا نعمل عملنا يركز على استهلاك الطاقة العالمي ومعدلات الاستهلاك حول العالم، وهذا يضع أمامنا معضلة للموازنة بين الاستهلاك والإنتاج، وما هي التغيرات اللازمة لوضع مسار المستقبل في استخدام الطاقة الجديدة النظيفة والمتجددة. هناك بعض الحلول لإسراع تحول الطاقة، فبالتالي عندما ننظر إلى الأرقام الإجابة واضحة. هذه الفئات من الطاقة تعد دوافع إضافية للإسراع نحو تحول الطاقة النظيفة.
الأمر ببساطة، كثيرا من الدول تستجيب بوضع تمويل متاح وفوري لتحول الطاقة. هذه ليست فقط الإجراءات اللازمة، فقط هناك دوافع رئاسية، منها أولا أمن الطاقة. اليوم في أوروبا يقولون أن هناك تحفيز كبير لاستخدام الطاقة النظيفة، والدافع الرئيسي هنا هو التغير المناخي. الدافع الأول هو أمن الطاقة، الدافع الثاني هو التعهدات تجاه المناخ وكذلك السياسات الصناعية للدول، هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على استهلاك الطاقة وتكنولوجيا الطاقة وتحول الطاقة. إذا وحدنا الجهود يمكن أن، وبالإضافة إلى مشاغل الطاقة والسياسات الصناعية، عبارة عن مزيج قوي. ما نراه اليوم أن هناك كثير من الحكومات التي تخصص تمويلا فوريا لدفع هذا المجال من التعاون ودفع هذا المجال من الطاقة. فيما يتعلق أيضا بتخصيص التمويل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في اليابان، هناك خطوات كبيرة وتخصيص تمويل كبير لهذا الموضوع. أدعو كافة الدول بمراجعة استراتيجياتها لزيادة التحول اتجاه الهيدروجين الأخضر، ومصر على سبيل المثال، هناك مسار حقيقي لاستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر أساسي للطاقة. هناك اقتصاد جديد حول العالم يتعلق بالطاقة باستخدام الهيدروجين الأخضر، ومن المهم أن يكون هناك استقرار في الطاقة ليشجع المزيد من الدول في الدخول في هذه المبادرة نحو تحول الطاقة إلى طاقة نظيفة وإيجاد الحوافز والدوافع لاستخدام الطاقة النظيفة حول العالم. شكرا جزيلا لإعطائنا بعض اللمحات الواقعية. بالفعل هناك بعض الكوارث المتعلقة بالطاقة. بذلك نحن لدينا صورة أوضح. سوف نتلقى بعض الأحاديث من مسؤولي القطاعات الأعمال، السيد أندرو فورست الرئيس التنفيذي لفورك سيو، سوف يتحدث معنا بشأن استخدام الهيدروجين الأخضر وماهيته. هل هناك ثورة في مجال الهيدروجين الأخضر؟ سعيد أن أراك مرة أخرى سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سعادة الرئيس، كيف يمكن استغلال الهيدروجين الأخضر على المستوى الاقتصادي؟ كيف يمكن تحقيق الإنتاج الكافي؟ كيف يمكن التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره بعد ذلك إلى الدول المحتاجة إليه؟ أعتقد أن هناك خطوات تنفيذية لاستبدال الهيدروجين الأخضر بالوقود الأحفوري. هناك أحد المسارين، إما ذلك إما استخدام الوقود الأحفوري وتسبب المزيد من التلوث والمزيد من التداعيات السلبية للتغير المناخي، أو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة. لابد أن يكون هناك حل نهائي لاستبدال الوقود الأحفوري. من هذا المبدأ الخيار أمامنا جميعا، لابد من الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
لابد من بذل كل الجهد وبناء الشراكات كما فعل. أطلب الاشتراك في كافة المبادرات في هذا المجال، وشكرا لكم جزيلا. سوف يكون هناك حديث من جانب بعض القطاعات الأعمال لمدة دقيقة ونصف. شركة سيمنز للطاقة من سيوستاكت، وفي خلال دقيقة ونصف تفضل سيادتك معك الحديث. شكرا جزيلا فخامة الرئيس لإتاحة هذه الفرصة لي للحديث. الهيدروجين الأخضر أصبح لا غنى عنه في مجال الصناعة. السؤال لدينا، كيف يمكن استدامة الأعمال بالاستغناء عن الانبعاثات الكربونية؟ هناك العديد من المشروعات المقامة للحد من الانبعاثات الكربونية، وكما ذكرنا من قبل هذا يتعلق تماما بالتكلفة والميزانية الموضوعة. نحن نبحث إيجاد الحلول النهائية لتحقيق هذه المشروعات على أرض الواقع باستخدام الطاقة النظيفة. ما نود أن نفعله الآن هو بناء سلاسل إمداد من خلال توفير المواد الصناعية على المستوى التجاري. وعلي أن أقول أن هناك المئات من المشروعات حول العالم تركز على هذا المجال. مصر مثالا رائعا على الاستثمار في مجال الطاقة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة في إنتاج الطاقة والكهرباء من خلال الطاقة النظيفة، وسوف تكون محورا للمشروعات في أفريقيا وفي المنطقة. لابد أن تكون هناك خطة عمل ذات مستويات متعددة لبناء المشروعات التجارية وسلاسل الإمداد. من خلال يأتي ذلك على سبيل المثال من خلال بناء محطة 3 جيجا وات بسعة 3 جيجا وات، ونحن سعيدين أن يكون هذا المشروع في مصر وساهمنا في هذا في بناء هذا المشروع. وكما قدمنا نفس التكنولوجيا المقدمة في ألمانيا قدمناها أيضا في مصر. أود أيضا أن نركز على إتاحة الفرصة لعمل المشروعات متعددة المستويات ومتعددة الأجناب. هذا الأمر ليس عسيرا ولكنه قابل للتحقيق في المستقبل. شكرا جزيلا. شكرا إلى شركة سيمنز للطاقة. ننتقل إلى شركة سيوستاكت، حيث أن الشركة أطلقت إعلانا كبيرا قبل الوصول إلى شرم الشيخ. سوف يكون هناك بعض العروض كذلك من جانب الشركة. شكرا جزيلا سعادة الرئيس لقيادة هذا المؤتمر. في هذا الخصوص أود أن أبدأ بأن أقول أن هناك تركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر والتمويل أيضا متاح. الأمر يتعلق بضمان استمرار واستدامة مشروعات التي تستهلك الهيدروجين الأخضر. حوالي 60-70% من التكلفة للهيدروجين الأخضر يأتي من الاتحاد الأوروبي، فبالتالي من يتضح لنا أن هناك اهتمام كبير إلى التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا ليس فقط في أوروبا ولكن في شمال أفريقيا وفي أفريقيا بشكل عام، حيث تكون أحد المحاور الرئيسية للهيدروجين الأخضر. هنا لدينا الموارد، لدينا المكان متاحين للطاقة المتجددة وأيضا التوريد إلى السوق العالمي، وهناك المسارات الرئيسية أيضا لسلاسل الطاقة وسلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك كما
ذكرنا من المتاح اليوم أن نكون شراكات وبالاعتماد على الشركاء التجاريين لبناء وبدعم الحكومة المصرية ومن الاتحاد الأوروبي لبدء أول مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر ليكون مصدرا للعالم أجمع من الهيدروجين الأخضر. فبالتالي سوف نطلق هذا المشروع ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا المشروع وهناك جهود حثيثة لإطلاق بعض المبادرات الأخرى بشراكة دول أخرى تهتم بذات الموضوع ونتمنى نجاح هذه المشروعات والمبادرات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لمشاركة هذه الأخبار الجيدة معنا. بعد براد سميث سوف نستمع بعد ذلك نستمع إلى السيد ناصف سويرس عندما نتحدث لماذا تهتم مايكروسوفت بالهيدروجين الأخضر، لأن هناك اهتمام على المستوى الرفيع باستخدام الطاقة النظيفة لأنها تتصل اتصالا مباشرا بالتغيرات المناخية. نحن نتحدث في قطاع الأعمال بداية كمستخدمين للهيدروجين الأخضر، هذا يتصل اتصالا مباشرا بالتكلفة المالية. منذ عام 2020 حققنا رقما قياسيا في استخدام الطاقة النظيفة باستخدام خلايا الهيدروجين، وبالتالي نطمح إلى تحقيق رقما قياسيا جديدا لإنتاج مزيدا من الطاقة باستخدام الهيدروجين الأخضر. هذه الأرقام القياسية يمكن كسرها، ونتمنى أن تحقق كافة الدول أرقاما قياسية جديدة. هناك كذلك شركات مثل كاتربيلر لديها مستويات كبيرة من استخدام الطاقة النظيفة. تقريبا كل ما رأيناه هنا يأتي بناء على بيانات وتحليل عمليات تحليل بيانات جيدة تعطينا المجال ورؤية واضحة لاتخاذ الخطوات المستقبلية. بعض الاقتصاديات لابد أن توحد جهودها وبدعم من القيادات السياسية لتمهيد الطريق وإتاحة الفرص لدعم هذا المجال. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد براد. الآن ننتقل إلى OCI أحمد الهوشي. أتمنى أن أكون نطقت الاسم بالطريقة الصحيحة. في البداية أتوجه بالشكر لسعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار شولتز لتنظيم هذه الجلسة، وكل شكر للدولة المصرية للاهتمام بالهيدروجين الأخضر بفضل سعادة الرئيس ورئيس الوزراء وجلب كافة الجهود معا، وكذلك بأكثر العوامل المساهمة في تصنيع الأسمدة حول العالم منها الأمونيا، كما 50% من الهيدروجين يذهب إلى الأمونيا والميثانول، فيمكن نقل الهيدروجين بين الدول. من المهم كمواطن مصري، وأنا فخور بما ناقشناه هنا وكذلك بدعم وزارة الكهرباء في مصر ومبادرة الدولة المصرية في استخدام وإنتاج الهيدروجين الأخضر. لدي رسالة هنا فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات العملية. يمكن إنشاء وتحقيق المشروعات وتحقيق المزيد في المستقبل من خلال الاستفادة من الدروس السابقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الهيدروجين الأخضر. شكرا لكل الدول والأطراف المساهمة والتي لعبت دورا أساسيا في تحول الطاقة. هناك المزيد من المشروعات الطموحة
إن كان هناك مشروعا قابل للتنفيذ يمكنك أن تحصل على التمويل اللازم. كل الشكر إلى الدولة المصرية لتخصيص الأراضي والقدرات وتيسير كافة الإجراءات لبدء المشروعات بالشراكة مع الدول المتقدمة لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. يمكن أن ندعم كافة الشركات في أي مشروع يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر. نعتقد أن مصر أحد المناطق الأساسية التي بدأت مشروعات من هذا القبيل، فبالتالي يمكن أن نتخطى كافة العقبات والمخاطر وكذلك حد من التعقيدات التنظيمية لتحقيق هذه المشروعات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أحمد الهوشي. الآن ننتقل إلى قطاع أحد القادة السياسيين ونفتح المجال للمشاركين. يمكنك وضع علم دولتك مثل ذلك. السيد من موريتانيا وجورجيا وبلغاريا. فبالتالي أذكركم أن الدقيقتين تنطبق أيضا على القادة السياسيين. الممثلي قطاع الأعمال أيضا دقيقتين. السيد من موريتانيا ومن ثم جورجيا. أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ومعالي المستشار الألماني على تنظيم هذه الطاولة المستديرة المهمة جدا. وأذكر بأننا قد أجمعنا خلال قمة التغير المناخي كوب 26 بغلاسكو على كون الهيدروجين الأخضر يشكل عنصرا أساسا في عملية التحول الطاقوي، لأنه يمثل مصدرا لطاقة نظيفة وموثوقة يمكن أن تعوض الطاقات الأحفورية في كل المجالات وبصفة خاصة في استخدامها في النقل والكهرباء والصناعات وبالأخص صناعة السلك. وتتوفر بلادنا موريتانيا على إمكانات كبيرة على مستوى المصادر المتجددة للطاقة، قدرت من طرف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة بأكثر من 2400 جيجاوات، منها 500 قابلة للتطوير مباشرة فورا. ويوجد الجزء الأكبر من هذه المصادر في منطقة قريبة من الساحل الأطلسي ذات كثافة سكانية ضعيفة، وتشكل في نفس الوقت إحدى المناطق القلائل في العالم التي تتمتع بموارد متجددة من شمس ورياح على مدار السنة دائما، وتجعل منها هذه الخصائص النادرة إحدى المناطق ذات المقومات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وعملا على استغلال هذه الإمكانيات وضعنا خارطة الطريق لتطوير الهيدروجين الأخضر، تتضمن إنشاء إطار مؤسسي وتشريعي لهذا القطاع الجديد وتطوير المصادر البشرية الضرورية له. وتهدف خارطة الطريق هذه إلى جعل بلادنا منتجا ومصدرا رائدا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وللمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد لإيقاف استخدام الكربون في قطاعات النقل والمعادن، وكذلك إلى تسريع الولوج الشامل لمواطنينا للخدمات الأساسية من كهرباء وماء صالح للشرب. وسيساهم تنفيذها طبعا إن شاء الله في تحقيق نمو اقتصادي استثنائي وخلق عشرات آلاف فرص العمل والتفادي انبعاثات كميات كبيرة من غازات الاحتباس. وفي سياق تنفيذ هذه الخارطة، وقعت بلادنا على عدة اتفاقيات إطارية مع مطورين دوليين لإقامة مشاريع
تمكنه من إنتاج 2,500,000 طن، 2,5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، و 14,5 مليون طن من الأمونياك الأخضر في السنة. وكان آخر هذه الاتفاقيات الموقعة تم اليوم توقيعها مع بريتش بتروليوم. إن تطوير الهيدروجين الأخضر يوفر فرصة استثنائية لخفض انبعاثات الكربون في الدول النامية ولتسريع تنمية القارة الإفريقية التي تتوفر على موارد شمسية هائلة. ولن يتأتى يوما هذا الوضوح والعائد الكبير على الكوكب والتنمية الإفريقية فرصة كالتي يشكلها استغلال الهيدروجين الأخضر. وتصميما منا على ترقية استغلال هذا المصدر الطاقوي، شكلنا مع 7 دول إفريقية للهيدروجين الأخضر، منها جمهورية مصر شكلنا مع هذه الدول يعني كوننا اتصالا وتجمعنا علاقات، ونناقش دائما للبحث عن الأمثل الطرق لاستغلال هذه الطاقة الموجودة في 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 بلداننا. وإننا لم ندركون أنه لا زال يعترض سبيل استغلال الهيدروجين الأخضر عقبات كثيرة تتعلق أساسا بحل المشاكل التكنولوجية ونقل الهيدروجين الأخضر لمسافات طويلة وتنمية سوق الهيدروجين الأخضر وغير ذلك من التحديات القائمة. ولذا فنحن بحاجة ماسة للشراكات الفنية والاستثمارات الكبيرة، ونعول في ذلك على المهتمين بهذا الموضوع. وشكرا. شكرا. Thank you so much, Mr. السيد رئيس. لدينا قائمة طويلة من المتحدثين ولدينا وقت محدد. أدعو المتحدثين التاليين بالالتزام بالدقيقتين. بعد دقيقتين سوف أخبط على الميكروفون كدليل على نهاية الوقت. نعتذر عن ذلك. لدينا قائمة طويلة من المتحدثين، فنريد أن نتيح لهم الوقت الكافي للمشاركة. أعتذر لكم مرة أخرى. الآن تنتقل إلى رئيس وزراء جورجيا السيد جاربوشفيلي، ومن ثم رئيس بلغاريا. شكرا جزيلا. في البداية توجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار شولتز لهذا المؤتمر الهام. باختصار سوف أخبركم بشأن جورجيا. نحن لدينا استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة. جورجيا أحد أهم الدول حول العالم في تخصيص التمويل للطاقة النظيفة، فنخصص الكثير من الموارد والمصادر التمويلية لإنتاج الطاقة والكهرباء النظيفة. بالإضافة إلى ذلك جورجيا لديها مصادر كبيرة من الطاقة والتي تضيف لها قوة كبيرة في استخدام الهيدروجين الأخضر. في 2022 من في هذا العام تبنينا مبدأ استخدام الهيدروجين الأخضر وأطلقنا الميثاق الخاص بها باستخدام الهيدروجين الأخضر في كافة القطاعات الصناعية. بناء على الموقع الاستراتيجي لجورجيا يمكن أن تلعب دورا مهما عندما نتحدث عن النقل وسلاسل التوريد والطاقة، وهذا يأتي في مجال الطاقة الكهرومائية وربط جورجيا ورومانيا. هذا المشروع الاستراتيجي يهدف إلى تحول الطاقة وفتح كافة الخيارات لمصادر الطاقة للاتحاد الأوروبي وكذلك الدول المجاورة. شكرا جزيلا لانتباهكم. شكرا جزيلا السيد رئيس الوزراء. الآن السيد رئيس بلغاريا، ثم تشاد، ثم ليتوانيا، ثم بعض المتحدثين الآخرين. شكرا جزيلا. أود أن أتوجه بالشكر وجزيل العرفان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنظيم هذا الحدث الهام في بلغاريا. هناك خطوات جادة تتخذ بناء على المعرفة العلمية والأبحاث العلمية
وكذلك بناء على تخصيص التمويل لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدام الهيدروجين الأخضر في كافة القطاعات والأنشطة أنشطة الأعمال والأنشطة الصناعية لتتبنى مصدر الهيدروجين الأخضر كمصدرا أساسيا للاستهلاك المحلي وكذلك للتصدير الخارجي. كذلك بنينا قرية الهيدروجين الأخضر لإنتاج ملايين من أطنان الهيدروجين الأخضر، ويأتي ذلك بالتعاون بين دولة جورجيا ودول الجوار في قطاع الأعمال بفضل كافة الجهود المبذولة وبفضل جهود السيد المستشار شولتز في ألمانيا لدعم كافة المشروعات التعاونية بين الجامعات في جورجيا والألمانية لوضع وتطوير الهيدروجين الأخضر كبديلا لوقود الطائرات في المستقبل. وبالطبع أحد الأمور الهامة هنا، نود أن نستغل كافة الامتيازات والمميزات للموارد الطاقة لدينا. ينبغي التركيز على إنتاج الهيدروجين الأخضر لإدارة مصادر الطاقة والمياه كذلك، ودفع الاستثمارات في هذا القطاع لزيادته بنسبة 35% على المستوى القريب، ولاستصلاح الأراضي الزراعية وتحويل الأراضي الأخرى إلى أراضي زراعية وإنتاج أكثر من 50 جيجا وات من الكهرباء واستكشاف الكهوف تحت الأرض التي لديها كميات هائلة من موارد الطاقة، وكذلك يمكن استغلالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ولتوفير استهلاك الطاقة لإيجاد البدائل للوقود الأحفوري. أود أن أهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن كافة الجهود المبذولة لدعم هذا المشروع لإنتاج مئات الجيجاوات من خلال الطاقة النظيفة، ولتحقيق الموازنة موازنة الطاقة في المنطقة. بلغاريا أصبحت منطقة دولة انتقالية للطاقة، ليس من السهل أن نسير قدما في هذا المسار بدون التعاون مع الدول وتكوين الشراكات في مجال إطلاق في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. شكرا لكم. سيادة الرئيس، سوف ننتقل إلى جنك شابل من تشاد، ومن ثم ننتقل إلى السيد الرئيس لاتفيا، بعد ذلك ننتقل إلى غالنر إكويكا من طوكيو، سيادة الوزير من دولة اليابان. أود أن أتوجه بالتحية للرئيس السيسي وعلى المجهود الذي قامت به مصر لتنظيم هذا المؤتمر. Parce que je ne sais pas quelle performance je peux vous dire, mais j'ai décidé de parler pour que vous vous ayez honte. عليكم جميعا أن تخجلوا لكل ما تقدمتم به من عروض، لأن هناك الكثير من الناس الذين يتحدثون كثيرا ولكنهم لا يقدمون على العمل. فإن ما نقدمه من مواد ملوثة في الطبيعة لا يتخطى 10%. فإن دولة تشاد هي تنعم بالكثير من الموارد الطاقة، على سبيل المثال الطاقة البترولية تمتلكها بشكل كبير، وهي تسهم بشكل جيد في تحقيق تنمية داخل دولة تشاد.
هل يمكننا أن نستمر في أن نستمر في الخضوع لبعض القرارات القرارات الخاصة بتخفيض الاستهلاك الطاقتي على سبيل المثال وفرض علينا القيود في استغلال الطاقة التي لدينا والتي تسهم في تحقيق التنمية لدينا وتلك مشكلة الطاقة تشكل لنا أزمة كبيرة أشكركم شكرا جزيلا سيادة الرئيس لهذه الكلمات الرائعة الآن ننتقل إلى السيد رئيس لابتس من لاتفيا من ثم إلى غولنر كويكلي من طوكيو سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سعادة المستشار شولتز من الجلي أن هناك تحول كبير تجاه الطاقة النظيفة بما في ذلك استخدام الهيدروجين الأخضر إن الهيدروجين وصناعة الهيدروجين تتكون من خطوتين الخطوة الأولى هو بناء القدرات الكافية لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ومن ثم الخطوة الثانية هو إنتاج الهيدروجين الأخضر والمصادر الطاقة الجديدة في المقام الثالث إنتاج التكنولوجية وكيف يمكن إنتاج الهيدروجين بكفاءة وجودة أكبر في الخطوة الأولى بشأن بناء القدرات وتنمية القدرات للطاقة الجديدة أتفق تماما مع سعادة رئيس الوزراء بلجيكا الذي قال وأكد أن أوروبا تعتبر اقتصاديات مفتوحة يمكن من خلالها بناء شبكات بين أوروبا وأفريقيا وشمال أفريقيا تشاد مصر وعدد من الدول الأخرى لأنها لديها القابلية لبناء المصادر الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وسوف يكون هذا مصدرا آخر لسلاسل الإمداد بالطاقة في لاتفيا هناك بعض الخطوات الجادة لمشاركة مصادر الطاقة والممارسات ذات الصلة بها والآن نستثمر بشكل هائل في الطاقة الجديدة مثل الطاقة ليس كالطاقة الشمسية أو بنفس المستوى لديكم ولكن إلى حد ما هناك مشروع كبير بين إستونيا ولاتفيا بشأن استغلال طاقة الرياح لإنتاج الطاقة وكذلك على الحدود بين لاتفيا وإستونيا ومن هذه المصادر يمكن وضع الهيدروجين الأخضر في الخطط المستقبلية في النهاية أود أن أقول أن لاتفيا لديها اقتصاد كبير وقدرات كبيرة في مجال تحول الطاقة يمكن أن يكون ذلك أحد المميزات للتحول السريع إلى اقتصاد أكبر في المستقبل هدفنا هنا بهذا الخصوص ويتماشى كذلك مع الهدف من هدف الاتحاد الأوروبي للاستثمار في الطاقة الجديدة والنظيفة لخفض الانبعاثات وإنتاج الطاقة من المصادر النظيفة لاتفيا تتخذ إجراءات كثيرة هذه هي سياستنا ومساهمتنا والتي تندرج في الخطة والسياسة العامة للاتحاد الأوروبي كما ذكر رئيس الوزراء البلجيكي كما قال لا نعتمد فقط على الإجراءات داخل أوروبا ولكن داخل شبكة كبيرة من العلاقات التعاون بين الدول شكرا جزيلا سعادة الرئيس الآن ننتقل إلى أحد أكبر الدول في العالم وازدحاما بالسكان ولديها بعض الظروف العصيبة وبعد ذلك ننتقل إلى
دان فانيك لمارك المدير التنفيذي لجي سي اف للتمويل العالمي. هناك بعض الصعوبة. تفضل سيادتك بإلقاء كلمتك. أصحاب السعادة، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار شولتز، وشكرا جزيلا لمدير الجلسة، والشكر لكافة النظراء والزملاء هنا. شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة هنا اليوم لأتحدث نيابة عن حكومتي. أنا أتفق تماما أن مؤتمر كوب 27 عبارة عن منصة رئيسية للتنفيذ وتضع الخطى الرئيسية تجاه الحد من تداعيات التغير المناخي. هناك التخصيص للتمويل يصل إلى 70 مليار دولار لدعم الدول المتأثرة، وهناك خطط عمل جادة تتطلب التنفيذ الفوري ولتحقيق هدف زيرو انبعاثات بحلول 2050. لابد أن تكون هنا إجراءات من جانب الحكومات لتعزيز خطة العمل تلك وجمع كافة الجهود ووضع التوصيات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. فبالتالي في اليابان هناك الكثير من القطاعات التي تشارك في هذه المبادرات. في اليابان نطلق عليها بلاد الشمس المشرقة. لا يمكن أن نستغنى عن الطاقة الشمسية. نحن نعمل عن أن يكون الهيدروجين الأخضر أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد التحول في الطاقة. نحن نعمل على بناء البنية التحتية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وهذا يتضمن تكلفة مالية وتخصيص ميزانية. وسوف نستمر في دعم بناء محطات الهيدروجين الأخضر وتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر بشكل أكبر ليضم ليس فقط القطاعات الصناعية ولكن المزيد من القطاعات التجارية كذلك ليحل محل الوقود الأحفوري. حتى أنه في طوكيو هناك خطوات جادة لاستخدام الهيدروجين الأخضر في تشغيل السفن، وهناك محطات كثيرة تتواجد التي تخطط إلى إنشاء بنية تحتية من خطوط الإمداد للهيدروجين الأخضر، وهناك خطط لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر نستوردها من الخارج، ولكن هناك خطة لنكون لتكون هناك شبكة من خطوط الإمداد ولتعميم استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر رئيسي للطاقة. نؤكد لكم مرة أخرى أن هناك جهود حثيثة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر، وكذلك نعمل على تعزيز كافة المبادرات والإجراءات التي داخل المدن والمحافظات والمدن الجديدة لضمان الأمن، أمن الطاقة. سوف نستمر في العمل معا لاستخدام الهيدروجين الأخضر لاستدامة الهيدروجين الأخضر واستدامة العمل الجماعي. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سوف نلتزم مرة وأكد مرة أخرى على الالتزام بزمن الدقيقتين. المتحدث التالي يجب أن تلتزم بمدة زمنية قدرها دقيقة ونصف. شركة جي سي اف جلوبال فاند، شكرا جزيلا السيد مدير الجلسة. في البداية أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر رفيع المستوى.
الهيدروجين الأخضر أصبح أحد الدعائم الرئيسية للمكونات الرئيسية للأنظمة الصناعية، وبدأ استخدامه في مجال تصنيع الحديد والصلب وبناء الطرق وفي كبرى الصناعات. وكما ذكرنا كما استمعنا من عدد من المتحدثين، هناك بعض المواجهات، بعض التحديات التي نواجهها وبعض الحلول المقترحة التي يمكن أن نترجمها في مخاطر مالية عالية أو ممارسات عملية قابلة للتطبيق. لابد من التركيز على استخدام الهيدروجين الأخضر وزيادة النسب المتاحة بحلول 2050. سوف تثمر الجهود التعاونية وعن نتائجها، وأحث صناع السياسة وصناع القرار في كلا الدول لوضع كافة التيسيرات أمام الإجراءات العملية لاستخدام الهيدروجين الأخضر وصولا إلى عام 2050، وأؤكد كذلك على بناء القدرات وتعزيز المهارات في مجال استغلال الطاقة الشمسية. وكل عامين قلت تكلفة استخدام الطاقة الشمسية، وهذه أحد النجاحات التي نتوقعها للهيدروجين الأخضر. شركة جي سي أف مستعدة تماما للاشتراك في أي مبادرات عالمية أو تحالف عالمي لتخطي كافة الأزمات المتعلقة باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ونقدم كل الدعم للدول النامية ودعم خطط استخدام الهيدروجين الأخضر وبناء القدرات في هذا المجال، وبالتالي دعم الاستثمارات. أتمنى أن أكون قادرا على توفير بعض التمويل لإنتاج الهيدروجين الأخضر. شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى المدير العام ليونولو أن نلتزم بزمن دقيقة ونصف. يمكن فتح المجال الحديث لمزيد من الأفكار. السيد ويلسون، معك الحديث. شكرا جزيلا لإدارة هذه الجلسة، وسعيدين بكافة الإنجازات التي نشهدها وكافة المشروعات هنا في مصر في خضم الأحداث المتسارعة. يكون واضحا وجليا أمامنا ما هي العوامل الأساسية التي تتطلب التركيز عليها، وما هي العوامل الحاسمة في معادلة الطاقة، وما هي التمويلات المتاحة للمشروعات، وما كيف يمكن أن نركز على مشروعات بعينها. نحن نحتاج سياسة واضحة تماما لتوجيه الجهود والتمويل، ليكون هناك توافق بين السياسة والتمويل. عندما يحدث ذلك سوف نحصل على نتائج مثمرة في المستقبل، كما حدث من قبل مع مجال استغلال الطاقة الشمسية. وهناك إجراءات حثيثة بين لابد أن تنفذ وتفعل بين الدول النامية والدول المتقدمة. لابد أن يكون هناك تركيز أكبر على استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والتركيز على أهمية الاستثمار في هذه القطاعات في تلك الدول، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلى هذه الدول لتتمكن من الاستفادة من هذه المسارات الجديدة. هناك ملايين من الأطنان سوف تنتقل بحلول عام 2050 من الطاقة، وهذا يستلزم توحيد الجهود التجارية في هذا الشأن. شكرا جزيلا. الآن ننتقل إلى
جورنال من يونيدو وبعد ذلك إلى الأمين العام IMO السيد لم من ثم رئيس الوزراء تونس وأذكركم بشأن زمن دقيقة ونصف شكرا جزيلا شكرا جزيلا التنفيذ يستلزم حلولا واقعيا قابلة للتطبيق وكل التهاني للسيد المستشار شولتز ورئيس وزراء بلجيكا لهذه المبادرة الرائعة هناك أسس لإنتاج الهيدروجين الأخضر التي وضعت لتبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجيا ليس فقط داخل حدود الاتحاد الأوروبي ولكن لجميع أنحاء العالم ووضع الإطار العام كما ذكرنا أن يكون هناك إطارا عاما لسوق الهيدروجين الأخضر وبالتالي نرى العديد من الشراكات لتنفيذ هذا النموذج ولإطلاق منصات التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر أود أن أتناول أحد الموضوعات الهامة هنا من أصدقائي من قارة أفريقيا هناك فرص كبيرة لعقد مؤتمرات قمة في هذا الشأن يمكن أن نستفيد منها جميعا هناك بعض المحطات الطاقة في عدد من الدول الأفريقية التي تنتج الهيدروجين الأخضر لها قدرات كبيرة لإنتاج كميات هائلة من الهيدروجين الأخضر ومنها اثنين فقط من الدول النامية الهدف الرئيسي هنا هو دعم قدرات الدول النامية واقتصاداتها لزيادة قدراتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر ولابد أن يكون هناك مسار ونافذة أمام شركات إنتاج الهيدروجين الأخضر للمساهمة في هذه الأعمال الصناعية شكرا جزيلا السيد رئيس وزراء تونس من ثم أندولا من ثم بنك الاستثمار الإفريقي من ثم مجموعة دامي أخطأت هنا خطأ بسيط بدلا من قبل رئيسة الوزراء سوف ننتقل إلى منظمة التعاون البحري دقيقة ونصف إضافية لك على هذا الخطأ شكرا جزيلا فخامة الرئيس السيسي لتنظيم هذا الحدث منظمة IMO أحد المنظمات والوكالات الأمم المتحدة لتعتني بالشحن البحري والدولي وكذلك تختص بالمجال الصناعي الهيدروجين أحد العناصر الواعدة في إنتاج الطاقة مستقبلا منظمة IMO تضع بعض السياسات التي تستهدف سياسات خفض الانبعاثات الكربونية وتضع شروطا للشحن في هذا السياق نحن نود الاستمرار في هذه السياسة ونقلها إلى الدول الأعضاء وإلى القطاعات الصناعية نحن نعمل على إنهاء الانبعاثات الكربونية ووضع أفضل الحلول وهذا هو هدفنا الرئيسي هذا ما نطمح إليه مستقبلا لخفض الانبعاثات الكربونية في أثناء عمليات الشحن نحن نتطلع إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وإتاحته بشكل أكبر قبل حلول 2030 للوصول إلى زيرو انبعاثات كربونية
شكرا جزيلا. أعتقد أننا الآن نسير في على المسار الصحيح. قبل الانتقال إلى الخلاصات، هناك انتقال إلى بعض اللجان والجلسات الفرعية، ثم ننتقل إلى السيدة أرينا والديما جروب. هل طلب أحد آخر الحديث؟ ليتوانيا، لديكم الفرصة لإلقاء الملخص قبل إنهاء الجلسة. السيدة رئيسة الوزراء لدولة تونس، لتنظيم هذه المائدة المستديرة، وأود أن أقول هنا أن تونس اعتمدت منوالا تنمويا جديد قائما على الانتقال الطاقي، وذلك بهدف تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي في إطار مقاربة مندمجة. وتنفيذا لذلك قمنا في تونس باتخاذ ثلة من الإجراءات، ومنها الترفيع منذ أبريل 2022 في نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من 30% إلى 35% في أفق 2030. وفي هذا الصدد تم الإطلاق عدة من طلبات العروض الجديدة لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في إطار نظام اللزمات. وأود أيضا أن أؤكد في هذا المسار أن الهيدروجين هو أولوية في الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035 التي نحن في بصدد استكمالها. وعلى سبيل المثال، نحن بعثنا مشاريع استراتيجية كبرى مندمجة، منها مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات الذي انطلقنا في إنجاز دراسته الأولية، وهو مشروع مندمج ومتكامل يتنزل في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو متكامل من محطة لتحلية مياه البحر ومحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنشآت للتخزين ووحدة نموذجية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بهدف تطوير الأمونياك الأخضر. ونأمل أن يحظى هذا المشروع بالمرافقة والدعم المالي في إطار التمويلات الخضراء لما سيحققه من قيمة مضافة على كل المستويات. وأخيرا أود أن يحظى مشروعنا ربط تونس بأوروبا عبر إيطاليا الذي يسمى ألماد لنقل الكهرباء بكل الدعم خاصة من زملائنا من أوروبا، وهو ما سيمكن من مزيد تحقيق التكامل بين الضفتين للمتوسط. وشكرا جزيلا. Thank you, Madam Prime Minister. Prime Minister of Andorra. سيد أندورا. Your Excellencies, ladies and gentlemen. سيد أندورا، السعادة. أندورا كانت تعمل على مدار أعوام كبيرة في تحقيق الاستدامة في مجال الطاقة من خلال تنفيذ أنظمة تتمتع بالكفاءة والحد من الانبعاثات والمساهمة في مبدأ زيرو انبعاثات. في الأعوام الأخيرة وضعنا بعض الأطر التنظيمية لضمان تنوع مصادر الطاقة والتعاون مع الأسواق العالمية، ولذلك يأتي من خلال مبدأ المشروعات الكبيرة ويستهدف زيادة الإنتاج الطاقة النظيفة بحلول 2050، ونحن نطمح إلى ما لا يقل عن 70% من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لشبكة الكهرباء الوطنية. في شأن مشاركة القطاع الخاص، يمكن تحقيق هذه الأهداف ذات الصلة بالطاقة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وهي أهداف قد حددناها لتكون أهدافا لتحققها التعاون بين القطاع العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، التقدم الذي أحرزناه
له أثر كبير في تحقيق وتوفير التمويل الأخضر للقطاعات الاقتصادية لدعم موضوعات البيئة والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي، وكذلك وضع خطة لحد انبعاثات الكربونية لضمان استدامة التحرك. وهناك برنامج للشركات الفرعية. في نفس الوقت التمويل الأخضر أيضا يستهدف تمويل مشروعات الطاقة الصغيرة والكبيرة. في النهاية التحول في مجال الطاقة هو أحد أولويات أندورا، وتضع في الاعتبار بشكل كبير كأحد الخطوات الرئيسية لتحديد من خلال تحديد أفضل الطرق والممارسات لاستغلال الهيدروجين الأخضر، ولا سيما بالتعاون مع الدول الجوار. وشكرا جزيلا. رائع. الآن ننتقل إلى السيد جان الممثل عن البنية التحتية الآسيوية وفي المنطقة، ثم ديما جروب ومن ودولة لتوينيا. من ثم مصر وألمانيا أحد الدول الرئيسية الشريكة لبنك الاستثمار، وهناك بعض الإجراءات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر على المستوى التجاري، وكذلك وضع منهج عملي لاستخدام الهيدروجين وتعظيم الاستفادة منه. في البداية هناك تركيز كبير على تنمية البنية التحتية للهيدروجين الأخضر للتحول إلى الطاقة النظيفة ومزيد من إنتاج الهيدروجين الأخضر. البنك الاستثمار خصص ميزانية كبيرة للاستثمار في هذه المشروعات، تركز على خفض الانبعاثات الكربونية ونقل التكنولوجيا ونقل الطاقة. على الأمر الثاني، الدعم يصل إلى تعزيز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في أكثر المناطق الفعالة، وهذا يأتي من خلال توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات. وهناك مزيج من الإجراءات وخطط العمل المستقبلية لجلب الموارد والاستثمار لخفض التكلفة. ثالثا، دعم كافة التطبيقات التي تزيد من كفاءة وجودة المشروعات لحد من الاحتباس الحراري، مع إيجاد أنسب الظروف للتبادل التجاري، لدعم الحكومات لتوفير التمويل اللازم للاستثمارات في الطاقة النظيفة من خلال دعم الإجراءات التنظيمية لمشاركات القطاع الخاص. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى فرانسيسكو لا كاميرا المدير العام لبوريليشن، ومن ثم ننتقل إلى بولكي ديمي جروب. شكرا جزيلا سيد براندن. شكرا سعادة الرئيس. شكرا سيادة المستشار شولت لإتاحة هذه الفرصة أن أكون معكم اليوم. أحد الأمور الهامة هنا الهيدروجين. نعم، من أحد العوامل الرئيسية الهامة في الصناعة. نحن نحتاج أن يكون لدينا على الأقل 10% من معدل استهلاك الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر. نود أن نركز على التحديات أمام القارة التي تواجهها الآن في أفريقيا. أعتقد أنه يمكن تخطي كافة العقبات من خلال وضع خطة عمل واضحة لشراكات الملموسة بين الدول. نحن الآن في مؤتمر الكوب 27، يعطي منصة وفرصة كبيرة لهذا التعاون. وهناك ثلاثة نقاط رئيسية سوف أستعرضها سريعا. أولها هو البنية التحتية. ألا تعتقدون أن الاستثمار في مجال الطاقة وتنميته بشكل ملائم
لن يوفر البنية التحتية اللازمة، سوف يعطي الأرض الصلبة للمشروعات الاستثمارية وإرساء البنية التحتية القوية التي تستوعب كافة المشروعات. البنية التحتية القانونية المخاطرة في الاستثمار تتعلق تماما بالبنية التحتية القانونية. نحن نتعامل مع منظمات دولية. وماذا نعني بالتحد من الآثار في أفريقيا؟ المشكلة الأساسية هنا هو التنمية ودعم قدرة الدول الأفريقية. كما ذكرنا نحن نركز على بناء سلاسل التوريد في أفريقيا، ويمكن أن يساعدنا ذلك في تمركز المطالب. آخر الأمر الثالث هو البناء القدرات. يمكن الاعتماد علينا كأحد المؤسسات الداعمة لبناء القدرات. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لهذه الملاحظات. الآن ننتقل إلى بولكا من مجموعة ديمي جروب، ثم رئيس ليتوانيا. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أصحاب السعادة، نرى هذا التقدم في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق المئات من الميجا واتس من الطاقة النظيفة على مدار 20 عاما الأخيرة كما رأيناه الآن. فهناك الكثير من المشروعات التي تستخدم الطاقة النظيفة بفضل توجيهات سعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا على ريادة مصر لهذه المشروعات. وهذا يحفز المزيد من الدول للدخول في هذه المشروعات. وكل شكر لسعادة المستشار شولتز لدعم هذه المشروعات والصناعات. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على هذه الملاحظات القيمة. على مدار 20 عاما كانت المصادر الطاقة من الرياح والشمسية هي المصادر الرئيسية للطاقة النظيفة والمتجددة. مجموعة ديمي جروب، نعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا للانتظار. شكرا جزيلا لجلب هذا الموضوع على منضدة الحوار. أمن الطاقة أحد العوامل الأساسية لاستقرار الدول. هناك توجه للاستغناء عن الوقود الأحفوري وزيادة التنافسية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. نحن أحد المحاور الرئيسية والدول الرئيسية التي تهتم بالطاقة النظيفة، ونقوم بإرساء البنية التحتية من خطوط الإمداد بالطاقة النظيفة. وعلى مدار 8 عام الماضية كنا سوق كبير للطاقة، ونحن نمثل مجموعة الطاقة في أوروبا. شكرا جزيلا. السيد رئيس، سعيد أن أعود إلى رئيس الجلسة السيد مستشار شولتز، من ثم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء الكلمة الختامية. ما هي أهم مخرجات من هذا النقاش سيادة المستشار؟ وما هي التغيرات الأساسية في المجالات والمنطقة؟ وما هي الطموحات للمستقبل؟ شكرا جزيلا. توقعاتي للمستقبل أن سوف تكون هناك نقطة تحول
من خلال هذه المشروعات كافتها ومن خلال مشروعات الحكومة وقطاع الأعمال يمكن أن نفهم أن الوقت حان لاستغلال الهيدروجين الأخضر كمصدر أساسي. الهيدروجين الأخضر ليس بالجديد ولكنه حان الوقت الآن لزيادة استخدامه وإيجاد طرق كيف يمكن أن يكون مصدرا أرخص لإنتاج الطاقة، فهذه أحد العوامل الواعدة في مجال الطاقة مستقبلا. وكل ما تعلمناه هنا يعطينا الدفعة لبدء المشروعات التعاونية، ومن اليسير أصبح من اليسير من أكثر من أي وقت مضى إنتاج الهيدروجين الأخضر والاستثمار في الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر والتصدير للدول الأخرى لسد الفجوة في مجال الطاقة، وهذه أحد الأمور الأساسية ومن أحد الأمور الأساسية هو نقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فبالتالي هذه الدعائم الرئيسية لا بد أن نبدأ الآن، ولا بد أن نشجع على زيادة الثقة في استثمارات الطاقة النظيفة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شأن الحديث عن إنتاج الهيدروجين الأخضر. شكرا جزيلا سعادة المستشار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتمنى أن يكون لديك بعض وترى أن هناك مخرجات طيبة من هذا النقاش البناء، ونتمنى استمرار هذا الحوار البناء. أشكركم جميعا على النقاش وعلى الطرح اللي تم طرحه من الجميع، سواء كان من رؤساء أو من رؤساء الوزارات أو حتى من الشركات اللي كانت موجودة أو من الحقيقة كل اللي اتكلم إدانا فرصة، وأنا أتفق مع المستشار وفخامة المستشار بأن هو الوقت ده وقت التنفيذ الحقيقي، وقت التنفيذ الحقيقي والاستعداد مش للمخاطرة ولكن للتحرك الفعال والحاسم من أجل تنفيذ كل الكلام والنقاش اللي احنا اتكلمنا فيه واللي بنتكلم فيه من قبل كده. أنا التقيت بكثير من رؤساء الشركات اللي موجودة دلوقتي على الطاولة هنا في مصر، وكان كلامي معهم دائما ان احنا مستعدين نتحرك بقوة، وده اللي انا عايز اقوله مش بس على مصر، على مصر وعلى الدول وعلى الكلام المهم اللي اتقال على افريقيا تحديدا، احنا مستعدين نتحرك بسرعة حتى نلبي التخطيط والفكر المستقبلي لانتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة وبسرعة، لأن ده هيخدم حاجتين، هيخدم الدول النامية اللي احنا بنتكلم عليها ونديها فرصة انها تتقدم، وأيضا موضوع المناخ اللي احنا حريصين على ان احنا نتحرك فيه وبسرعة. يعني المنتدى اللي احنا بنتكلم عليه اللي مع المنتدى العالمي لإنتاج الهيدروجين، أتمنى ان كل الدول اللي موجودة تنضم لنا في هذا المجال ونتحرك وبسرعة دون خوف على الفلوس، يعني على الأموال، لأن طبعا الدراسات بتقول أن التكنولوجيا لسه في بدايتها يمكن، لكن ممكن نخطئ وبعدين نصلح أخطائنا فيما بعد أو يعني تباعا بعد كده، فلنتحرك ونتحرك بفعالية. وأتصور أن كتير من الموجودين من اللي طرحوا استعدادهم يعني استقبال هذه الشراكات وهذه التكنولوجيا على أراضيها ومن ضمنها مصر، احنا جاهزين للتحرك لآلاف الميجاوات من الطاقة المتجددة وأيضا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مش في مصر بس ولكن أنا قلت في مصر وفي الدول الأفريقية، في تونس وفي الجزائر وفي موريتانيا وفي باقي الدول الأفريقية. أنا بشكركم الحقيقة على حضوركم معانا وعلى كل ما أفضتم به، أشكركم جزيلا، ننفذ ما نتكلم عنه. شكرا جزيلا.
شكرا. Thank you. The meeting is adjourned.